السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام في موضوع جديد وفيديو جديد على قناتكم إلكتروميكانيك بلانيت. نتمنى الفيديو ينال إعجاب ديالكم وتكون استفادة للجميع. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم ان شاء الله غيكون الموضوع ديالو بريسوستا. بريسوستا هو واحد مكون كنستعملوه باش نديرو كونترول ديال واحد لابريسيون في سيركوي، سواء باش ما يطلعش اكثر من القياس ولا ما يهبطش اكثر من القياس من واحد القيمة اللي بغيناها. هنا هادي بريسوستا، هادي كما كتشوفوا في الصورة نوع ما بين لي بريسوستا اللي كاينين. هادي فيها لا بريسيزيون ديالها مزيانه، وفيها لافونتاج ديال ان لي فالور فيها هنا كي مافيشين، ماشي كاين واحد النوع اخر من لي بريسوستا تشوفو في فيديو اخر اللي ما كتبانش لك لا فالور ديالو، ضروري كتخدم بمانومتر حداك. هادي ما يحتاجش ان يكون حداك مانومتر، يعني غير ريغلاج عادي كتريغل هنا لا بريسيون اللي بغيتي وعلاش ديماري وعلاش تقطع وكتخدم، ما كتحتاجش لا مانومتر. لو البريسوستا دور ديالها مهم، كتحمي لي الانستالاسيون انها ما تفوتش واحد لابريسيون. مثلا عندي جعب ما كيفوتش مثلا 6 بار، خاصني بريسوستا باش انني ما نفوتش 6 بار باش ما يتفرقعوش لي الجعب ديالي. هذا مثال. اولا لا بومب ما بغيتاش تخدم واحد لابريسيون مثلا قل من 1 بار في لونطري ديالها، كنستعملوا هاد البريسوستا كذلك في هاد الدور. هاد في هاد الحاله هادي عندنا هنا جوج لي ريغلاج. كاين ريغلاج الاول ديال لابريسيون لي كديمار عليها لا ماشين، مثلا في هاد لوك هذا دايرين ليها 3 بار غديماري، قل من 3 بار ما غاديش ديماري، يعني لو كونتاكت لي كاين لداخل ديال البريسوستا ما كيتشونجاش حتى كتفوت 3 بار. امتاش غيعاود يديمار؟ كاين هنا ديفيرونسيال، هاد الرانج كاين ديفيرونسيال كيشد هاد لافالور، كنشدو هاد لافالور كنقصو من هاد لافالور الاخرى كنعرفو على شحال غديماري. مثلا هنا دايرين 3 هنا دايرين 1، يعني غادي ديماري على 3 وتسكت ملي تكون لابريسيون قل من 2 بار. وهذا ريغلاج كيبقى اختياري، كل واحد وكيدير ريغلاج اللي بغا. كاين اللي بغا لا بومب ديماري على 6 بار وديماري حتى توصل مثلا الى كانت عندنا شي حاجه دو بريسيزيون مثلا 7.5، مثلا 7.5 ديماري على 7.5 ولكن غير تهبط البريسيون بشويه ديماري. هي ممكن ان نديرو ديفيرونس ديال 0.7 بار ديماري لا بومب. يعني بريسوستا الحالات ديالها جوج اللي فيها، الا خدمت بالكونتاكت فيرمي يعني انه في هاد ليطا هذا راه مسدوده لا بريسيون، مثلا غادا كطلع في سيركوي كطلع كطلع كطلع، مثلا هنا داير هنا على 3 بار، يعني لا بومب هي كدفع الماء. ان فوا توصل ديك لا بريسيون اللي عطينا حنا هنايا غادي تسكت لا بومب، حيت حنا خدامين بكونتاكت فيرمي. هذا الاستعمال الاول ديال البريسوستا. الاستعمال الثاني غنخدموا بها في المونكدو، يعني لا بومب ما ديماريش الا ما كانش في لونطري ديالها واحد لا بريسيون، حيت كل لا بومب فورنيسور ديالها كيقول لك خاصني واحد لا بريسيون اكس تكون في لونطري ديال لا بومب. هاد لا بريسيون اكس كنجيو حنا كنشوفو مثلا كنقولو نفترضو ان لا بريسيون 3 بار، يعني في الريغلاج غنديرو مثلا هنا 4 بار ديماري، ملي غدا تاسبيري لا بومب غدا تهبط لا بريسيون توصل قل من 3 بار تقطع لا بومب. هنا كنخدمو بكونتاك اوفير. يعني ما كيتسد حتى كتوصل ديك لا فالور اللي بغينا،
وكيعاود يتحل مني كتهبط عليها. هنا غادي نشوفوا الطريقه كيفاش كتريغل بريسوستا. بريسوستا الريغلاج ديالها كاينين جوج ديال لي فيس. الفيس الاولاني اللي على اليسار كما كتشوفوا في الصوره، هذاك الفيس هو اللي كنديروا به لا بريسيون، علاش غادي يتبدل ليطا ديال الكونتاك. والفيس الثاني اللي على اليمين هذاك كنريغلو به ديفيرونسيال، علاش ترجع ليطا انيسيال ديالها. فمثلا في الاستعمال الاول بغينا نستعملوها انها هوت بريسيون. هوت بريسيون يعني ملي غادي توصل لا بريسيون لواحد لا فالور اللي ما بغيناش تفوتها، خاص لا كوموند ولا على حسب الاستعمال ديالنا داك الكونتاك تقطع. ملي كتوصل ديك لا فالور اللي بغينا كتشونجا ليطا ديال الكونتاك. يعني مثلا نعطيو مثال بسيط، انا بغيت واحد لا بومب ديماري ليا مثلا تبقى مديمارية خدامة حتى توصل لابريسيون 5 بار. في هذه الحالة هذه الفيس اللي على اليسار كنريغلو كندير فيه 5 بار، يعني لا بومب غادي ديماري حتى توصل 5 بار. ملي توصل 5 بار غادي تحل لو كونتاك ديالي، حتى انا في هذه الحالة غنكون خدمت بكونتاك فيرمي، يعني لا كوموند دايزة حتى توصل ديك لا فالور اللي بغيت. في هاد الحالة كتشونجا كيتحل لو كونتاك وكتفيريفي شنو هو الديفيرونسيال ديالها، يعني على شحال غتعاود ديمار. مثلا نقولو حنا لا بوم درنا على 5 بار وبغيناها تعاود ديماري من توصل لا فالور 2 بار، يعني شنو كندير في هاد الحالة؟ خاصني نمشي للديفيرونسيال وندير فيه 3 بار. كما قلنا الديفيرونسيال باش كنعرف على شحال غادي يقطع كنشوف الريغلاج اللي درت، كنشدو كنقص منو ديفيرونسيال اللي بغيت. يعني مثلا غندير 5 بار، حنا بغينا ديماري على 2، 5 ناقص 3 بار غتعطينا 2 بار. في هاد الحالة غديماري على 5 وغادي تقطع على 5، نعتذر غادي تقطع على 5 وغديماري على 2 بار. الاستعمال الثاني احنا بغينا مثلا هاد لابون ما ديماري حتى تكون فلونتر ديالها امبار. يعني ما كانتش امبار خاص لابون تبقى ساكته كتسنى ديما ديك امبار تكون عندها فلونتر. غنديرو لا بريسيون اللي على اليسار مثلا، حنا حنت في الديماري ديال لابون كتابسوربي بزاف كتنصم بزاف ولا الليكيد اللي كان بزاف، يعني كتهبط لا بريسيون بالزربه. يعني ما غنديروش ديك لا فالور اللي بغينا، اللي درنا امبار غير غديماري لا بوب غتسكت، غادي تعاود ديماري غتسكت، غتعاود ديماري غتسكت. يعني حنا باش نتفاداو هاد القضيه هادي خاصنا نديرو واحد لا فالور لي كبر من هادشي، كبر من ديك لا فالور اللي بغينا لا بوب تسكت عليها. مثلا غنديرو 3 بار ولا 4 بار. وهادو دي ريغلاج كيدارو كتفيريفيو في لو شونتي ولا في البلاصه فين محطوطه ريسورس. يعني غندير مثلا 3 بار وغندير ديفيرونسيال 2 بار، يعني غديماري ملي توصل لا بريسيون 3 بار وغادي تسكت 3 ناقص 2 هي 1 بار، هي ديك لا فالور اللي بغينا. يعني ديما غتكون ما غديماري حتى توصل 3 بار وما غتسكت ملي غتكون 1 بار. غندير بالعملية مانيوال معايا، أنا كيدفع هادي كيتشا شار هادي كنحاسة كيتشا كيتسد لو كونتاك من عند الصون و كيتشونجا ليطا ديالها و راه كيبان من هنا. و هنا غيكون الفيديو سهلة. شكرا للمتابعة ديالك، شكرا للوقت ديالك، شكرا للاهتمام ديالك. نتمنى تكون المعلومة وصلات كما خاصها تكون، نتمنى تكون عمت الفائدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.